بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي. نستأنف مع الصفحة رقم 136. كما رأيتم on est sur la page 136. إذا نحن على الصفحة 136. 136 136 en haut de la page on a lire et s'exercer. Le premier paragraphe, je lis les mots clés. أنا أقرأ الكلمات المفاتيح. كما نقول قلنا دي مو كلي، كما نلاحظون عندنا كلمات مفاتيح. كما نقول الكلمات المفاتيح هي تلك الكلمات مثلا تكون في واحد الجملة واللي تتمحور حولها المعنى. إذا نتكلم عن كلمات مفاتيح، جولي لي مو كلي، أنا أقرأ الكلمات المفاتيح. كما نلاحظون عندنا كلمات. Si nous prenons la première image, comme nous le voyons, que représente-t-elle? Que représente la première image? On a il, après on a crie. Il crie. Il y a une voix. Crie. C'est le verbe crier. Et d'affaire le saracha. Et d'un il crie, ou yasra. Et d'un akoul, je crie, tu cries, il crie, nous crions, vous criez, il crie. إذن أنا أصرخ، أنت تصرخ، أو أنت تصرخين، هو يصرخ كما عندنا هنا. elle crie بنفس الطريقة، هي تصرخ إلى غير ذلك. ثم عندنا la deuxième image que représente la deuxième image. La deuxième image représente un éléphant. Un éléphant. Éléphant. Fil. Après on a jaune. Jaune, يعني أصفر. الصورة الثالثة تمثل أصفر. Jaune. On a jaune. Après, comme nous le voyons, on a un. إذا نقول un, deux, trois, quatre, إلى غير ذلك. Ici, on a un. إذا عندنا واحد. Après, on a une fleur. Une fleur. وردة. وردة. Une fleur. Après, on a le deuxième paragraphe. Je lis les mots. Je lis les mots. Je, yani ana, lis, c'est le verbe lire. C'est le verbe lire. C'est le verbe lire. هذا فعل قراءة. أقول, je lis, ana aqra. Tu lis, أنت تقرأ, أو أنت تقرأين. Il lit, هو يقرأ. Elle lit, هي تقرأ. Nous lisons. نحن نقرأ. نوليزون نحن نقرأ. لا نقول نوليون، نقول نوليزون نحن نقرأ. فوليزي أنتم تقرؤون. إليز إليز هن يقرؤون. أل ليز هن يقرأنا. هنا عندنا فقط جولي أنا أقرأ. جولي ليمو أنا أقرأ الكلمات. كما لاحظنا هنا عندنا لي مو كلي، كلمات المفاتيح. هنا عندنا الكلمات لي مو. لو بروميي مو كومبري دون سيت ليست. إذن أول كلمة في هاد القائمة سي اون فخاز. اون فخاز. إذن أول كلمة اون فخاز. الحقيقة هنا عندنا جوج كلمات. إذن نتكلم هنا عن أداة اون فخاز. عندنا أداة ثم عندنا اسم. إذن اون فخاز، اون فخاز كما نقول جملة واحدة. إذن المفهوم هنا جملة. اون فخاز. أبخي قلنا لا نيج، لا نيج، لا نيج، نيج، أي، هذه تقرأ أي، لا نيج. إذن المقصود به الثلج، لا نيج، الثلج. أبخي قلنا إل روجيت. Elle rejette. Elle rejette. هي ترفض. هي ترفض. أنها ترفض. أنها ترمي. إلى غير ذلك. Elle rejette. إذا نتكلم على الverb rejeter. الverb rejeter. rejeter. Elle rejette. هي ترمي. أو هي ترفض إلى غير ذلك. على حسب استعمال ديال الفعل في الجملة.
ثم عندنا لو شومان، لو شومان يعني الطريق. ثم عندنا ان بيجون، ان بيجون اذا نتكلم عن طائر الحمام كما راينا فيما سبق ان بيجون. ثم عندنا روج، روج يعني احمر اذا نتكلم عن لا كولور روج، لا كولور روج مثلا اللون الاحمر. ثم عندنا اون فلور كما راينا قبل قليل، فوالا سي اون فلور. ابري اون il pleure, il pleure. On a venu de voir, il crie, il crie. هو يصرخ. De la même façon, on peut dire il pleure, il pleure. بنفس الطريقة نقول هو يبكي. Il pleure, هو يبكي. هنا عندنا il crie, il crie. هو يصرخ. ممكن أنه يصرخ ولكن لا يبكي. Il pleure, هو يبكي. C'est le verbe pleurer. هذا فعل بكى. إذن أقول je pleure أنا أبكي. Tu pleures أنت تبكي أو أنت تبكين. Il pleure كما عندنا هنا هو يبكي. Elle pleure. Elle pleure هي تبكي. Nous pleurons. Nous pleurons نحن نبكي. Vous pleurez أنتم تبكون. Il pleure هم يبكون. Nous pleurons نحن نبكي. Vous pleurez, أنتم تبكون. Il pleure, هم يبكون. طبعا هم يبكون نضيف واحد انتي هنا. إذن غتصبع عندنا انتي. ثم تكون عندنا il بأس. يعني il عندها أس. إذن نتكلم عن الجمع. Il pleure, يعني هم يبكون. أما هنا عندنا il بدون أس. ثم pleure بدون انتي. هو يبكي. Après on a des meubles. دي موبل اذا نتكلم عن الاتات، نتكلم عن فتيات مثلا، نتكلم عن طاولات، نتكلم عن موائد. اذا نتكلم عن دي موبل، نتكلم عن كراسي الى غير ذلك. اذا نتكلم عن دي موبل، دي موبل اذا نتكلم عن اتات، اتات ديال المنزل يسمى موبل. لو ترويزيام باراغراف جو شوازي سو كي كونفيان بور شاك فراز اي جولي. جو شوازي انا اختار، طبعا عندنا لو فيرب شوازير. جو شوازي انا اختار. تي شوازي انت تختار او انت تختارين. ايل شوازي هو يختار. ال شوازي هي تختار. نو شوازي سون نحن نختار. لا نقول نو شوازيو، الفعل تتصرف بالطريقه. نو شوازي سون نحن نختار. فو شوازي سي انتم تختارون. إل شوازيس هم يختارون. ممكن نضيف آل شوازيس، آل شوازيس هم يختارنا. طبعا نتكلم عن آل بأس ثم شوازيس وإنتي كما رأينا قبل قليل في الجمع. جو شوازي أنا أختار. سو كي كونفيا الذي هو يناسب كما نقول تقريبا. سو كي كونفيا الذي يناسب بور شاك فراز من أجل كل جملة، من أجل كل جملة. إذن كل جملة غنختار لها ما يناسب. إجولي وأنا أقرأ. طبعا عندنا لو فيرب لير كما رأينا. إذن كما نلاحظ هنا عندنا أنصاف جمل، عندنا أنصاف جمل. إذن عندنا كل جملة مبدوءة هنا، تبتدئ هنا وتنتهي هنا. إذن علينا أن نبحث عن كل نصف، نبحث له عن النصف الآخر. إذن علينا أن نكمل كل جملة من خلال القائمة الثانية. إذن عندنا la maîtresse écrit، المدرسة تكتب. ثم عندنا c'est l'hiver، c'est l'hiver إنه فصل الشتاء. ثم عندنا au printemps، au printemps يعني في فصل الربيع. ثم عندنا un pigeon vole، un pigeon vole، un pigeon vol. إذن عندنا طائر الحمام يطير. ثم عندنا la neige tombe، la neige tombe الثلج يتساقط. ثم عندنا une phrase au tableau، جملة في السبورة. ثم عندنا dans le ciel، في السماء. عندنا شي حاجة في السماء، شناهي. ثم عندنا
beaucoup de fleurs poussent. إذن كيف لنا أن نربط هذه الجمل؟ إذن ما هي الجمل التي سنربطها هنا حتى يكون هناك معنى؟ عندنا la maîtresse écrit. هل نقول est-ce qu'on peut dire la maîtresse écrit la neige tombe. الأستاذة تكتب الثلج يتساقط. أو bien la maîtresse écrit une phrase au tableau. الأستاذة تكتب جملة في السبورة. إذن طبعا هذه هي الجملة الصحيحة. إذن سنربط هذه مع هذه. Après on a c'est l'hiver. إنه فصل الشتاء. هل يمكن القول c'est l'hiver la neige tombe. C'est une phrase vraie. C'est vrai. C'est l'hiver la neige tombe. C'est correct. Bien sûr nous lions c'est l'hiver à la neige tombe. إذن نربط c'est l'hiver à la neige tombe. هذه النهاية. Après on a au printemps. Au printemps. Au printemps, il fasse le rabia. La neige tombe. Et dans le jumla reste sahiha, est-ce qu'on peut dire comme exemple, au printemps, une phrase au tableau. Au printemps, une phrase au tableau. Et il fasse le rabia, jumla fasse saboura. Et dans le jumla reste sahiha, allume quel qu'on met à l'homme, au printemps, dans le ciel. Il fasse le rabia, c'est ma. Laissez ou la kamana. هل يمكن القول مثلا au printemps beaucoup de fleurs poussent. إذا الكثير من الزهور تنبت. إذا طبعا هذا هو الصحيح. Nous faisons la liaison entre au printemps et beaucoup de fleurs poussent. نربط بين العبارتين. ثم عندنا un pigeon vol. Un pigeon vol. طبعا الخيار اللي باقي هو dans le ciel. طبعا هو الصحيح. إذا un pigeon vol dans le ciel. إذا طائر حمام يطير سي لو فاغ فولي هذا لو فاغ فولي في حالتنا يعني طار إذا أن بيجون فول دون لو سيال دون لو سيال إذا طائر حمام يطير في السماء أبخي ولا جو غوتخوف لي مو دو لاكغي إليوناسيس جو غوتخوف لي مو دو لاكغي إليوناسيس جو غوتخوف أنا أعود فأجد جو غوتخوف أنا أجد Je retrouve un aoud agite les mots de la grille. Les mots de la grille. Les mots de la grille. Kalimat al-shabaka. Shabaka tu sammes la grille. Shabaka tu sammes la grille. La grille. Aïdan, aïe noua min shabaka tu sammes la grille. Mathalan, kama fissoura nous lahid, adi tu sammes la grille. Aïdan, je retrouve les mots de la grille. أنا أجد كلمات الشبكة كما عندنا هنا إليوناسيس هناك منها ستة كان ممكن نقول إلياسيس هناك ستة كان ممكن نقول إلياسيس هناك ستة لكن عندنا هنا إليوناسيس هناك منها المقصود هناك من الكلمات ستة هناك من الكلمات ستة إذن كما عندنا هنا إليوناسيس ثم عندنا جوليلي إي جولي زيكخي سيغ مون كيي جوليلي أنا أقرأهم أنا أقرأهم كما نقول المقصود أنا أقرأ الكلمات إي جولي زيكخي ثم أنا أكتبها سيغ مون كيي على دفتري ما هي الكلمة الأولى هل يمكن أن نعتبر هذه كلمة بي بي إف طبعا هذه لا تعني شيئا ليست كلمة هنا مثلا كلمة غوب غوب كلمة فستان غوب إذا هذه واحدة ثم عندنا بول دجاجة بول إذن هذه الثانية ثم عندنا بيجون بيجون طائر حمام إذن هذه الثالثة ثم عندنا فلور فلور إذن هذه الرابعة ثم عندنا غوال غوال طبعا نحن لم نرى هذه الكلمة كلمة غير موجودة ثم عندنا روج روج إذن هذه الخامسة إذن عندنا غوب بول بيجون فلور أربعة ثم عندنا غوج خمسة ثم عندنا بلو ثم عندنا كلمة بلو يعني أزرق هذه الكلمة السادسة إذن هذه الكلمة السادسة إذن voilà on a six mots dans la grille voilà ce sont les mots compris dans cette grille إذن هذه الكلمات المتضمنة في هذه الشبكة إذن نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله